هنبدأ هنا ان احنا ندخل على الفولدر دوت. زي ما احنا شايفين ان هوت هيبقى هنا مثلا في الايزو بروفيشنال ويندوز 4.9. هتيجي على سيت اب الابلكيشن، كليك يمين، ران از ادمنستريتور. معلش قبل الكلام ده برضو انا نسيت ان احنا لازم نفتح في الويندوز فيتشرز الدوت نت 3.5. هنفتح النت فيتشرز هنا اهوت، تقول له اوكي. كده خلصنا، هتقول له اوكي. نبدأ تاني. هنعمل ريبوت. دخلنا تاني، طبعا اوتوماتيك ان هو بيبدأ اوتوماتيك يشتغل لوحده. لو ما دخلش لوحده هنضطر ان انت تشتغل نفس اللي تشغله تاني. استنى عليه شوية كده اهو. يبقى كده هندخل تاني. ساعات طبعا عشان احنا بنشتغل بس فيرتشوال ماشين محتاج ان انت ترن تاني. كده ما دام اديك المنظر دوت يبقى هو هيبدا يشتغل. نيكست. هنا برضو الكونفرميشن، هنا بيقول لك ويل بوت باي اللي هو الشركه نفسها الاجريمنت. هنا انت بتدخل فيها الاسم، هي بيقول لك ذا سي دي كي هاز بين ديتيرمنت تو بي فاليد. تمام كده. بعد كده ال enter below information وال password نفسها. بعد كده بيقول لك انت عايز تنزله سنجل ولا ديول ولا كاستم. طبعا سنجل لان انت هتحط هنا السيكوال عليه الداتابيز وعليه السيرفر نفسه وعليه الاي اي اس سيرفر، وبيدخل على طول ونبقى واصل باللوح اللي هي برو 3200 ونت اكس اللي هي الرسمه اللي قدامنا دي. هعمل نيكست. بعد كده هقول اللي هي كونكتد كومبليت انستليشن. هعمل نيكست.
في هنا انستول سيكوال هو مش موجود طبعا، احنا مش عندنا، لو في سيكوال موجود كنا هنختار طبعا انستول سيكوال 2019. هشتغل ويندوز اوثنتيكيشن لو هو في سيكوال موجود وعايز ادخل بباسورد، اوكي هنخليها ويندوز اوثنتيكيشن. هنا يعني اهوت بيقول لك بقى SQL سيرفر اوثنتيكيشن دايلوج، ده برضو هنخليه باسورد لازم نحفظها. دي عشان الوين باك ويب. هنا بقى مهمة، انت the new master key password and please ensure to remember the password as it will be used for backup and restore for upgrade of this database. طبعا لازم تبقى مهمة جدا ما تنساهاش. Your database master key dialog, please ensure the member given master. تقول له next. Please ensure to remember طبعا بيقول لك given master key. If you forget the password data will be lost and cannot be recovered. هقول له okay. Next. هيبدأ بقى دلوقتي do you want to create desktop icon؟ اقول له yes. هيبدأ هنا يبدأ يشتغل عليها وينزل الوين باك. هي بتاخد ما بين من ربع ساعة لتلت ساعة حسب الجهاز وسرعته. كده بيعمل استكشن للسيكوال اكسبريس 2019. طبعا لو عد دايما ما بيطلب ريستارت اعمل ريستارت وهو يكمل عادي بعد كده. بعد كده هيطلب ريستارت كمبيوتر، اقول له فينيش. بعد كده هتاكد ان هوت من الوين باك سيرفيس مانجر ان هي شغاله. طبعا هي كلها ستوبت ان هوت، هخليها ستارت. كده انا متاكد ان هي كلها راننج، هعمل كلوز وادخل على الوين باك الايكون بتاعها. الديفولت في الاول ادمن بلانك. هنا في حاجة مهمة جدا، لازم احول الكمبيوتر لدومين، فدي هتبقى من هنا. الار بي سيكيورتي ديت هتبقى من دومين لورك جروب. بعد كده حاجة على السيرفيس هنا اهوت، بعمل لها ريفريشمنت ريستارت كلها. وبعد الريستارت ديت بدخل على الوين باك، بدخل اليوزر نيم والباس، اليوزر نيم ادمن والباسورد بلانك. لو ما استجابش بعمل ريستارت البي سي واعمل وادخل ادخل الادمن والادمن ويشتغل معايا على طول. هنجرب دلوقتي. كلوز. ندخل دلوقتي على هيبقى ادمن بلانك. This is demo. طبعا في الاول ديمو هيبقى هتلاقيه عمل ماكسمايز لوحده. هتدخل نيو باسورد، زي ما احنا شايفين فتح هنا اهوت. بس في هنا عندي مشكله ان هنا مش هشتغل معايا والاكونت سيستم، يعني هنا لو فتحت هنا كونفيجريشن الديفايس هتلاقي هنا مش شغال. فانت بتضيف هنا اهوت اكونت جديد
هسميه اكونت 1. الباسورد بتاعته زي اللي بتاعتنا برضو. تقول له اوكي. في هنا اكونت 1. تيجي هنا تقفل ديت تعمل هنا الاكونت هنا سيلكت اكونت. هتلاقي في اكونت دوت هتقول له سيلكت. هنا اهوت هنا بيظهر هنا هنا الاكونت 1 هنا اهوت. بحيث ان حتى نجرب هنا لو انا عملت لوج اوت تيجي تدخل بقى اللي هو الجديد بتاعنا اللي هو ادمن عادي والباسورد. هو بيعمل لوجن دلوقتي. تمام كده. نبص هنا هتلاقي هنا في اكونت 1. اكونت 1 هنا اهوت الكونفيجريشن بتاعتها هتلاقيه اتفتح بقى كله تقدر تشتغل فيها زي ما انت عايز. وبكده احنا خلصنا الوين باك ان انت ازاي تسطبه.